هادشي غزال والتصويره كتحمق. عمر اللي دار هادشي كامل، كاين بزاف تصاور لداخل. منين جابهم؟ شكون غيكون؟ بناتك. شكون هي امل اللي عطاتهم ليها؟ كيعرفها شحال عزيزه لها عمر. حتى انتي عزيزه عليه، انا عارفه كيبغيك. اللي بغيت نعرف هي واش انتي كتبغي. كيفاش هادشي؟ راه ما فيش الحشمه ما بين الام والبنت. كنبغيه مرتاح. انا مرتاحه، حاسه براسي نقدر نثيق فيه. انتي واش مرتاحه ماما؟ علاش كتسوليني هادشي كامل؟ دابا انا عارفه راسي ناسبه في هاد الزواج. انا النهار الاول مشيت عند عمر وضغطت عليه، وخفت شي نهار توقع شي حاجه ونكون انا السبب. عنده ما يوقع. شوفي، بلا ما تبرطي راسك بحتى شي حاجه درتيها، حيت اي حاجه درتيها راه ما خاصكش تندمي عليها، جا موراها غير الخير. بصح وحنا راه غاديين مزيان. ياك انتي مرتاحه ماما؟ شنو ام؟ مرتاحه. ام كيجيتي كتجري تابعني لهنا انت وبابا. ماشي انا باباك. تكون ما كنعرفكش. اصلا بابا ما ينوضش يهز راسو يجيب بوحدو كما بغيتيش انت. الصراحه والله بنتي ما جاني النعاس، وعارفه حشومه اللي لحقوا عليكم في هذا الوقت. ما قدرتش نديرها طبعا، ولكن مني ناض باباك كيقولها بنتي بنتي، وانا نقول الله هذه السبه نتلبس حوايجي. قولك واحد الحاجه، عرفتك منين سديت الباب ديال الطوموبيل ما مرتاحش، وبقيت كنقول راه بحال والدي تبان. عادي، هادشي الامهات كلهم كيديروا. عرفتي شنو هي تولد بنيه وتربيها وتكبرها وحتى كتولي عزبه كتحمق تهزا تعطيها لواحد اخر؟ ماشي سهله. ولكن ماما انا راه حداك، كتقولي تهزا تعطيها لواحد اخر بحال يديني شي بلادك. ما غتفهمينيش حتى تولدي. دابا شوف، نسى هادشي كامل، هادشي غير التخربيق ديال الامهات. ماشي تخربيق ولكن ننسى. ذكرتها.